قسم الخوف إلى ثلاثة أقسام. Yani uoga unagawanyika, yani mtu kukuwa na uoga inagawanyika mara tatu. الأول خوف لله لا يمكن أن يصرف لغير الله. من صرف هذا الخوف لغير الله فهو مشرك شرك أكبر. من صلى الله عليه وسلم. Yani mtu akiwa na uoga ule wenye yani uoga wenye haufanyike ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala. لأن هذا الخوف عبادة لله. يعني أنت أكيوان أم تشامونغ كواجلي الله سبحانه وتعالى ونخاف من الله لأن نعظم الله يعني ولا نعظم أحد مع الله يعني أنت أم تشامونغ يعني هويزي كوينجليا كوكو أم تشامونغ أنا كوينجيزا ويتوينجين وتخاف من الله حتى ولو كنت وحدك لأن الله يعلم السر وأخفى. هذا الخوف لا يمكن أن يصرف لغير الله. يعني أنت أم تشامونغ حتى وكيو أوي بيكي ونرجوكم بالله سبحانه وتعالى نكون. القسم الثاني من الخوف خوف جائز طبيعي جبلي. تخاف من اللصوص، تخاف من قطاع الطريق، تخاف من النار، تخاف من الأسد. يعني أنت وقا وبيلي ني كنت كوانا كوانا وقا ويني ميروسيوا وقا يعني أنت أنا ويزا كوانا يعني نغومبي يعني أنت أنا ويزا كوانا نيوكا أنا كوانا وقا ويني وقا طبيعي يعني أنت هاويزي كجزوية. الثالث من الخوف خوف محرم وهو الخوف الذي يؤدي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق أو إلى القنوط بالرحمة الله. بعض الناس يخاف يذنب ولا يستغفر، يقنط الشيطان من رحمة الله، هذا خوف محرم. يعني وقا وين الله سبحانه وتعالى متكتازا ني وقا وكو يعني كونا ممتنا ونقوى نوقا وكو وفي واتو حتى يعني نفكيه بالي بالي ونفعنا الشرك. خوف لله وصرف لغير الله شرك أكبر. يعني أنتم كمطيع الله سبحانه وتعالى يعني يجي كيفانية أنتم من كيتو كينجيني حرام نفعنا الشرك الأكبر. الثاني خوف جائز. يعني وجا ويني ونروسية و. الثالث خوف محرم والله أعلم. يعني وجا وتاتوني أولي ويني الله سبحانه وتعالى من تكتازة وكو خفية أنتم من جيني سبقوا الله سبحانه وتعالى.